مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد. نبدأ أولى ملفاتنا الصحفية من كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصر خلال الحفل الذي أقامته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لتكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة، حيث تصدرت الكلمة العناوين الرئيسية للصحف المحلية. عكاظ تناولت كلمة خادم الحرمين الشريفين التي قال فيها: نعيش تحولا تاريخيا ورؤية 2030 تبني اقتصادا متينا. صحيفة الوطن تابعت ذات الملف بالإشارة إلى ما ذكره خادم الحرمين بقوله: قادرون على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميز. وفي ذات السياق نشرت صحيفة المدينة تأكيد الملك بأن الدولة أطلقت برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 لتطوير الأداء الحكومي ودعم المسيرة التنموية. أخيرا من صحيفة الرياض التي أشارت إلى كلمة الملك بأن المملكة تعيش تحولا تاريخيا من خلال رؤية 2030 لبناء اقتصاد قوي ومتين. ولمناقشة ملفاتنا الصحفية أرحب بضيفي من المدينة الأستاذ حسن النجراني المشرف العام على صحيفة عكاظ بالمدينة المنورة. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن. مرحبا أستاذ عبد الله، وفرصة سعيدة نلتقي مرة أخرى في هذا اللقاء الأسبوعي. حياك الله. بالنسبة لي حياك الله، سعداء بك. كيف وجدتم تغطية الصحف هذا اليوم لكلمة خادم الحرمين؟ بالنسبة لتغطية الصحف لمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جميعها جاءت وفق ما هو مأمول منها، وفق ما هو مأمول من هذه الصحف الوطنية التي يجب أن ترتقي بهذه المضامين وأن تعرضها بشكل جدا جميل. هذه الكلمة جاءت في وقتها لتهدئة الأسواق العالمية، لتهدئة الاقتصادات المرتبطة بالمغرب السعودية بعد التصريحين السابقين بخصوص الإفلاس وأيضا بخصوص إنتاجية الموظف بساعة. هذه الكلمة أتت في وقتها وأتت تحمل خطوط رئيسية في توجهات المملكة، سواء تجاه الاقتصادات المرتبطة بالمملكة والدول الصديقة، بالإضافة إلى رجال الأعمال والبيئة الاستثمارية في المملكة. من جانب آخر أتت أيضا تنصف الموظف الذي الدولة تريد منه أن يكون أكثر جودة، أن يواكب التحولات لرؤية 2030، أن يقدم ما هو مأمول منه في الإطار العام والمساهمة في إنجاح هذه الرؤية. جميل، يعني أنت ذهبت بأنه هذه الكلمة أتت دعنا نقول لتصحح الغلط أو الخطأ أو اللغط الحاصل من بعض التصريحات السابقة، ولكن هذه كلمة خادم الحرمين حتى لو لم تصدر تلك التصريحات. للأسف لم أسمع السؤال جيدا. أقصد بأنه هذه الكلمة هي منطلق رؤية المملكة، نحن نتحدث عن الرؤية، والملك في كلمته يعزز الذهاب إلى تلك الرؤية وتحقيقها بغض النظر عما صرح به من يعني من صرح تصريحات دعنا نقول قد تلامس شيء لدى الآخرين. نحن عندما نقرأ البعد الإخباري لهذه الخبرين نحن نرى أنها اتجهت إلى صحف عالمية. نعم. صحف لها وضعها، لها قوتها في الاقتصاد، لها حضورها. عندما تتحدث عن إفلاس قريب المملكة، عندما تتحدث عن مشكلة موجودة في اقتصاد المملكة، هنا تحدث ربكة عالمية. نحن الملك خادم الحرمين الشريفين لديه رؤية أبعد مما يراه مثلا المواطن أو المسؤول. هو يرى التحولات التي قد تحدث نتيجة عن هذه التصريحات التي أخذت وأخرجت من سياقها في صحف عالمية مثل غارديان والإندبندنت ونيويورك تايمز واشنطن بوست، كلها تكلمت عن قرب إفلاس. لأنه الذي صرح هو نائب وزير، والمتحدث عن إنتاجية الموظف هو وزير في الأخير، هو يمثل الحكومة السعودية ويمثل رؤية المملكة واتجاهات المملكة. نعم. ومثل هذه التصاريح للصحف هذه تعتبر نوعا ما غريبة ولا ترتقي إلى أن مسؤول يتحدث بهذه الصراحة وهذه الشفافية. وكلمة خادم الحرمين الشريفين هي أتت مؤكدة إلى أن المملكة تنعم باستقرار قوي جدا، اقتصاد متين، رؤية طموحة، تواصل مع العالم الآخر، الحضور البيئة الاستثمارية وغيرها. نعم، أي صحف وجدت أنها اقتبست عنوانا هو دعنا نقول الأقوى؟
وكل الكلمة قوية. أنا أعتقد أنه ثلاثة الصحف الوطن وعكاظ والمدينة نجحت في فرض نفسي على الخارطة اليوم لأمر لسببين. اليوم لم يعد المانشيت هو الذي يجذب القارئ. اليوم أصبح الانفوغرافيكس والحضور وطريقة توزيع المادة أصبحت هي ملهمة للقارئ لكي يقرأه جذبه. أنا بالتأكيد أرى أنه نوعا ما الوطن هي الأقرب من بين الصحيفتين عكاظ والمدينة. جميل. نفس الكلمة جاءت في حفل هيئة المواصفات والمقاييس، هناك مسألتين: جائزة الملك عبد العزيز للجودة، وهي جائزة تستحق يعني تحقيقا وتناولا صحفيا، والأمر الثاني فيما يتعلق بمكافأة الموظفين. هل تعتقد بأن كلمة الملك يعني هي دعنا نقول كانت الحاضرة الأقوى، فبالتالي لم تنتهي أو لم تذهب الصحف وتنتبه للأخبار أو مضامين نفس الحفل؟ أنا أتفق معك إلى أن مضامين الحفل مهمة، لكن ما تحدث به الوزير نيابة عن خادم الحرمين الشريفين موضوع الكلمة وطرحها أمام الحضور هي الكلمة التي كنا نحن كصحفيين أو كعاملين في المجال الصحفي ننتظرها من قيادة المملكة لتهدئة الأسواق العالمية. إحنا لدينا رؤية إلى الخارج، ماذا يريد الخارج؟ نحن لدينا اقتصاد مربوط بالخارج، لذلك الكلمة احتفينا بها وجدنا فعلا أنها هي التي تمثل المملكة وسياسة المملكة، تمثل اقتصاد المملكة القوي، تمثل الثقل التي تلعب المملكة في قلب العالم، في كرابطة بين ثلاثة قارات، لدينا قوة في الشرق مالية، قوة في الغرب، كل هذه الأسواق تنظر إلى مضامين ما سيقول الملك. نعم. لمواجهة التصريحات التي أتت سابقا بخصوص كلمة الإفلاس. نعم صحيح، ولكن في المقابل الرؤية يعني هي أساسها الإصلاح في الداخل، إصلاح النظم والنظم بشكل عام في الداخل، ومن أخبار الداخل أو من النظم أو من وسائل التحسين في الداخل، هذا دعنا نقول هذا الأسلوب الجديد من تحفيز الموظفين. عندما تقول أنا أكافئ الموظف المتميز، أعتقد بأنه هذا يفرد له صفحات يعني. بالنسبة لموضوع الرؤية، نعم الرؤية هي موجهة للداخل، الرؤية هي موجهة للداخل والخارج. حديث نعم. الوزراء هو أيوة هي الرؤية. نتكلم بشكل يعني دعنا نحيل الموضوع إلى نقطتين رئيسيين. نعم. الرؤية هي موجهة للداخل، الداخل إذا أنتج وأصبح الداخل منتج وأصبح قوة اقتصادية دافعة. نعم. وأصبح ينافس الاقتصادات العالمية، هذا سينعكس على الخارج، على إنتاجية الموظف. نحن كصحافة نقرأ المشهد العام. نعم. القرائية للداخل، لكن الخارج دخل معنا في قضية كلمة الإفلاس واستخدم المصطلح وبدأ. نعم. يعمل عليه، لا سيما وأن الملك خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي العهد الأمير حمد بن سلمان حفظهم الله قاموا بجهود كبيرة، سواء في ترويج ملف رؤية 2030، ذهبوا إلى الصين، لليابان شرقا، لفرنسا، لألمانيا، لأمريكا غربا، كل ذلك من أجل التسويق لهذه الرؤية. فأنا وجهة نظري أنه حضور خادم الحرمين الشريفين بهذه الكلمة الضافية هي فعلا أتت في وقتها وأتت وتعبر عن سياسة المملكة وأتت لتطمن الاقتصادات التي تشاركنا في هذه الرؤية التي بإذن الله ستنجح في 2030 ونتحول من اعتماد على النفط إلى الاقتصاد المتنوع. جميل. دعنا نذهب ثاني الملفات أنا وأنت إلى ثاني ملفاتنا الصحفية، حيث تابعت الصحف خبر تسليم المطلوب ضمن قائمة 85 أسامة دمجان نفسه للسلطات الأمنية، والبداية من صحيفة الرياض التي جاء عنوانها المطلوب أسامة دمجان يسلم نفسه للجهات الأمنية، نشرت فيه تصريح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي الذي أكد أن تسليم المطلوب لنفسه يأتي بسبب الجهود الأمنية الرامية لمتابعة المطلوبين خارج المملكة ودعوتهم للعودة للوطن. عكاظ تابعت نفس الخبر، حيث كشف اللواء منصور التركي لعكاظ بأن المطلوب كان في أفغانستان عندما اتصل على الجهات الأمنية معلنا مبادرته بتسليم نفسه، مبينا أن التحقيقات جارية معه للوقوف على المناطق التي كان يتواجد بها منذ اختفائه عام 2009. في ذات السياق استعرضت صحيفة الوطن في إطار تغطيتها لخبر تسليم دمجان نفسه قائمة 85 مطلوبا أمنيا وقائمة من تم اعتقاله ومن هلك منهم. أخيرا من صحيفة مكة التي أشارت إلى أنه بتسليم المطلوب أسامة دمجان نفسه يكون قد ارتفع عدد من سلموا أنفسهم أو لقوا حتفهم من قائمة 85 إلى 21 شخصا، فيما لا يزال 64 الآخرون في عداد المطلوبين.
حسن، تعود أخبار قائمة المطلوبين إلى الصحف، وهذه المرة مطلوب يسلم نفسه، تناولت الصحف الموضوع، كيف رأيت التغطية بشكل عام؟ بالنسبة لتغطية الصحف صراحة كانت يعني جميلة، لكن تميزت عكاظ والوطن لأمرين محددين. الأمر الأول أن كليهما عرض كلا الصحيفتين عرضت إنفوغرافيكس محاولة تبسيط المعلومة للقارئ. نعم. النقطة الثانية أن كلا الصحيفتين حاولت أن تسبر أغوار تسليم هذا الإرهابي لنفسه. نحن لو ذهبنا إلى ما وراء السطر وذهبنا إلى ما وراء كيف حضر الخبر في هذه الصحيفتين تميز عن بقية الصحف، هو يعود إلى قوة الصحيفتين وخصوصا عكاظ في القضايا الأمنية ومتابعتها لهذه الملفات التي هي تعتبر من أقوى أو من الصحف التي تتميز بالمتابعة الأمنية الواسعة، ولديها محررين في المجال الأمني، لديها إرشيف في هذا الجانب، ولديها تغطيات واسعة في هذا الجانب. لكن أخيرا كل الصحف عرضت رؤيتها، وإنما الوطن وعكاظ تميزت في هذا السياق. طيب دعني يعني أخذ معي الأستاذ هاني وفا، نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض. أستاذ هاني مرحبا. يا أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك. بداية نعود لكلمة الملك ومضامين الكلمة وما جاء فيها، كيف وجدتم التغطية بشكل عام؟ والله بالتأكيد تغطية يعني كانت بالنسبة للصحف كانت تغطية مناسبة جدا، موائمة للحدث وموائمة للكلمة الملكية المهمة التي يعني جاءت في وقت مهم جدا، بحيث أنه يعني فيها رؤية واضحة، فيها تفاؤل، فيها عزم وتصميم على أنه نخوض المرحلة المقبلة إن شاء الله. الاقتصاد الوطني يكون اقتصاد متنوع، اقتصاد دائم، اقتصاد تنافسي. أنا أعتقد أن التغطيات كانت مواكبة للحدث وأهميته والتوقيت المناسب الذي ألقت فيه الكلمة. فيما يعني ذهبت إلى حسن وقلت يعني هنالك مضامين في الحفل جاءت تستحق تسليط الضوء عليها، ولكن ربما كلمة الملك جاءت فكانت أولا، لكن هذا لا يعني بأنه لا نذهب إلى مثلا تحفيز الموظفين ونظام ديوان الخدمة الجديد هذا. وبالتأكيد يعني هذا مهم جدا، هذا يعني يضع النقاط على الحروب بالنسبة للموظف، يميز بين الموظف المجتهد والذي يريد أن يعمل ويحسن، وبين الموظف الذي يريد أن يذهب للدوام مجرد بقضاء يعني وقت الدوام بدون أي إبداع، بدون أي رؤى جديدة، بدون أي نحتاجها في المرحلة الحالية. تعتقد أستاذ هاني، تعتقد أن وزارة الخدمة المدنية أدركت مؤخرا بأن النظم التي تقوم عليها هي سبب في دعنا نقول تدني مستوى الإنتاجية؟ وبالتأكيد يعني هي النظم هذه أكيد لها دور في ممكن عدم تحفيز الموظف بأن يقوم بعمل إبداعي عوضا عن العمل الروتيني. العمل الروتيني أكيد هذا موجود في كل الدوائر، ولكن بالنسبة للعمل الإبداعي هذا تحفيز، يعني هذا يعطي فرصة لمن يريدون أن يبدعوا وأن يقدموا ما لديهم برؤى واضحة وصريحة ومتميزة، يجب أن يكافئوا على هذا، لا يجب أن يتساوى الموظف المبدع، الموظف المتميز بالموظف الذي يريد أن يقضي ساعات الدوام، يجب أن يكون متميز. هذا حافز لجميع الموظفين. نعم. أن يغير من نفسياتهم، أن يغير من طموحهم لإبداء وجهات نظرهم التي ممكن أن تتحقق. ذهبنا أنا وحسن قبل أن نتداخل بالهاتف إلى الملف الثاني عن خبر تسليم أسامة دمجان لنفسه، رأيت وقرأت وتابعت الأخبار، كيف رأيت ذلك؟ بالتأكيد يعني كانت مواكبة الحدث كما العادة، يعني ليس شيء جديد، دائما الصحف يعني تتابع هذه الأخبار، تهتم بها، تعطيها حقها، تتابعها أيضا وتوصل خلفيات عن المناسبات المماثلة السابقة وعن الإرهابيين الذين يريدون تسليم نفسهم أو الذين قضوا في يعني أوقات سابقة، لكن هي ملف أمني متكامل دائما ما يجد الدعم والتقديم، لأنه هذا واجب وطني في المقام الأول. نعم. يجب أن نوضح للقارئ وللمتابع أن هناك في جهد يعني أمني كبير تقوم به أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، أن هناك يعني حتى الذين يريدون تسليم أنفسهم. نعم. يجدون الفرصة المناسبة حتى يغيروا من سلوكهم إذا كان هذا ممكن.
طيب جميل، نذهب إلى ثالث الملفات. تبقى معي على الهاتف أستاذ هاني. ثالث ملفاتنا الصحفية من صحيفة الحياة، والخبر الذي جاء بعنوان إقرار مكافآت لموظفي الدولة المميزين كشفت فيه مصادر للحياة عن أن وزارة الخدمة المدنية انتهت أخيرا من إعداد ضوابط لصرف مكافآت مقطوعة وشهرية لموظفي الدولة المميزين بهدف حفزهم والمحافظة عليهم، مشددة على الجهات الحكومية على إدارة هذا الملف بما لا يسبب إشكالات بين المشمولين بالمكافآت فيما بينهم أو بقية الموظفين. أستاذ حسن، هذا خبر، دعنا نقرأ تداعيات هذا الخبر أو نتائجه أو نتنبأ بما ذهبت إليه وزارة الخدمة. بس كل الكلام راح. أنت معي أستاذ هاني؟ أي تفضل. والأستاذ حسن معي يا شباب؟ معك سعد الله. طيب أذهب للأستاذ حسن وأعود لك أستاذ هاني. كنت أسأل الأستاذ حسن النجراني، يعني وزارة الخدمة تقوم بعملية الضبط وتحفيز الموظفين كما ذكرنا، وتشدد على الخدمة أو عفوا على المؤسسات الحكومية الوزارات أن تقوم على هذا النظام بحيث أن لا يكون هنالك إشكالية مع غير المشمولين بهذه المحفزات أو هذه المكافآت المقطوعة شهريا. هذا خبر جميل، ولكن خلنا نقرأ مستقبل الخبر. مستقبل الخبر، أتوقع الخبر نجحت فيه صحيفة الحياة في اقتناص الخبر، طرحته بهذا الطرح الجميل وقدمته للقارئ معلومات مهمة. نحن اليوم أو كموظفين في الدولة في هناك إشكالية عدم الإنتاجية، أيضا يتساوى الموظف المنتج بالموظف الغير منتج. أيضا أتت قبل فترة موضوع البدلات، أوقفت البدلات، هنا أصبح الموظف أتى أو أصبح الوقت ملائم لإصدار تشريع جديد يميز الموظف المختص أو الموظف المنتج من غير الموظف الغير منتج، كما أنه يفتح يعني مساحة واسعة للجهات الحكومية والجهات الرقابية لمتابعة إنتاجية الموظفين، لمتابعة مكافأة الإنسان المنتج، مكافأة الذي يقوم بالخدمة وتمييزه عن الشخص الذي لا يقوم بهذا العمل. أيضا هو نتوقع أنه جزء من العدل داخل المنظومة الحكومية، وبالتالي ستنعكس كل هذه التشريعات على الخدمة المقدمة للمواطن. جميل. أستاذ هاني، يعني حسن يقول ها أعتقد بأنه المسألة جزء من العدل، وأنا أقول نعم بأنه جزء من العدل، ولن يتحقق العدل بين الموظفين إذا استمرت وزارة الخدمة المدنية على نفس نظمها القديمة، ولكن تعتقد بأنه الوزارات قادرة على تحقيق هذا التنظيم الجديد؟ أستاذ هاني معي؟ أعتقد بأني فقدت الاتصال مع أستاذ هاني. أعود لي نعم فقدت الاتصال مع أستاذ هاني وفا، نائب رئيس تحرير صحيفة الحياة، كان معي الهاتف، شكرا. أعود لك حسن، تعتقد بأن الوزارات قادرة على تحقيق هذا النظام الجديد؟ هذا النظام الجديد هو يحتاج كما قلنا إلى المتابعة، إلى قيام الجهات الرقابية والجهات سواء داخل المنظومات طبعاً هو لم هو حتى الخارجية. عفواً حسن، هو لم يعني هو ليس نظاماً، لم يقرر بعد هذا النظام، ولكن وزارة الخدمة المدنية تأمل وتذهب وتسعى لتحقيق هذا النظام. أنا أتفق معك، هو ليس نظام، لكن في حالة إقرار هذا النظام وفي حالة إقرار هذا التشريع وإدخاله إلى المنظومة الحكومية ومنظومة العمل، هنا يجب أن نكون كمتابعة سواء من الداخل أو من خارج المنظومات، من خلال وضع معايير معينة، من خلال رفع التقارير الخاصة بالموظفين المنتجين، من خلال لماذا رشحوا، على أي أساس هم أعطوا هذه الميزة المكافأة، هذه كلها التشريعات في حال إقرارها وفي حال متابعتها وفي حال قيام الجهات الحكومية بتنفيذها ووجود جهات رقابية على هذا الموضوع، أتوقع سيكون التشريع في حالة إقراره سينعكس على منظومة العمل داخل الجهات الحكومية، وبالتالي تقديم ما هو مأمول منها تجاه الوطن والمواطن. جميل، نذهب إلى الملف الرابع، رابع ملفاتنا الصحفية من صحيفة عكاظ بعنوان أربعة مؤشرات تقود العقار للانخفاض 50% في 7 سنوات. نشرت فيه تقرير عقاري حديث عن أن فترة انخفاض أسعار العقار قد تستمر من 4 إلى 7 سنوات، ومن ثم الدخول في حالة ركود لسنوات عدة، استنادا إلى حدوث فقاعات عقارية بسبب ناطحات السحاب وقرار رسوم الأراضي البيضاء وارتباط أسعار العقار بالنفط والإنفاق الحكومي. أعتقد بأن أستاذ هاني عاد معي على الهاتف. معي أستاذ هاني؟ تفضل.
حياك الله. عكاظ ذهبت إلى 4 مؤشرات تقود لانخفاض العقار، كتبت فيه رؤيته. بناء على هذه المؤشرات كيف قرأت الخبر؟ وبالتأكيد يعني خبر يعطي مؤشرات أنه فعلا ربط بين انخفاض سعر العقار وبين انخفاض سعر النقد النفط، وبالنسبة كمان أيضا إلى يعني المعطيات الجديدة في سوق العقار بالنسبة للأراضي البيضاء والأبراج أو على زيادة المعروض من العقار. فيعني أكيد هناك سيكون في انخفاض العقار، ولكن نحن نعرف الانخفاض في العقار ليس بالسريع، هو انخفاض بطيء. قد يكون يعني هذا الانخفاض وقتي أو يكون دائم، لكن نعتقد أنه طالما أنه الحالة الاقتصادية يعني نتمنى إن شاء الله أنها تكون أفضل في المستقبل، فأعتقد أن العقار يعني لا يفقد قيمته بسرعة. جميل، لكن مثل هذا الخبر أستاذ هاني عندما يطرح بهذه الجرأة بهذه المؤشرات وكأنه شبه تأكيد، خاصة إذا ذهب إلى شكل الدراسة، تأثيره على السوق؟ وبالتأكيد يعني قد يكون له تأثير يعني سلبي بحيث أنه هو يخفض من قيمة العقار، ولكن في نهاية الأمر احنا نعرف أن العقار عندنا في المملكة مر بفترات متعددة بين ارتفاع وانخفاض، ولكن في نهاية الأمر يعني حسب المؤشرات التي لدي أنه يعني هناك حالة من الاستقرار أكثر منها حالة انخفاض. يعني هناك في استقرار، المعروض ما زال موجود والطلب ما زال موجود، ولكن هناك في نوع من الانخفاض المستقر وليس الانخفاض المستمر. جميل. فأنا أعتقد أنه هو الموضوع في نهاية الأمر يعتمد على العرض والطلب في سوق العقار. جميل حسن، أو عفوا أستاذ هاني لضيق الوقت يعني أشكر لك العودة، وشكرا أيضا مرة ثانية أستاذ هاني وفا نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض، كنت معي على الهاتف. أستاذ حسن، أستاذ هاني يقول بأن هنالك قد يكون تأثير سلبي على العقار، أليس هذا التأثير قد يكون إيجابي على المستهلك؟ فعلا هو نحن إذا هبط العقار أو ذهبت الفقاعة العقارية أو تحققت المؤشرات الأربعة التي طرحتها عكاظ بسبب الانخفاض، هذا كله يعود على المستهلك، والمواطن يستطيع شراء أرض ويستطيع البناء عليها. نعم. ويستطيع أن يسكن ويستطيع أن يساعد الدولة في محاولة السيطرة العقارية. نحن 1429 28 أحد عقارات في المدينة المنورة كانت قيمتها 300,000، قبل سنة وصلت قيمتها 300 إلى 1,600,000 أو 1,700,000. نحن نشوف الشاهد، لا يستطيع المواطن أن يشتري أرض بمليون ثم يبنيها بمليون أخرى. هذا بالتأكيد الانخفاض أتوقع أنه سيعود على المواطن، وأتوقع القراءات العقارية التي نحن نعمل عليها مثلا في مكتب عكاظ مدينة المنورة ونقرأ الاقتصاد اليومي أن هناك انخفاض، وإن شاء الله سيستمر خلال فترة قادمة، وذلك من أجل المستهلك والمواطن الذي يبحث عن السكن. حسن، عشان تشتري أرض بمليون وتبنيها بمليون من خلال راتبك فقط كم سنة تحتاج؟ طبعا يحق لك الا تجاوب. ما سمعت السؤال. افضل لك انك ما سمعته. شكرا لك ضيفي من المدينه المنوره حسن النجراني، المشرف العام على صحيفه عكاظ بالمدينه، وكان معي على الهاتف ايضا الاستاذ هاني وفا نائب رئيس تحرير صحيفه الرياض. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، كانت هذه نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم طيب المتابعه والى اللقاء.